البنين. وإن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت ولدها أجمع. وإن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت ولدها أجمع. تنوح عليهم بوادي البقيع، تنوح عليهم بوادي البقيع، فيدري الطريق لها الأدمع، فيدري الطريق لها الأدمع. ولم تسل من فقدت واحدا، فما حال من فقدت أربعة. ولم تسل من فقدت واحدا، فما حال من فقدت أربعة. حسين يا حسين يا ابني، ما حضرت بمصرع. شوف هذا الشاعر شو يقول، عجيبة هذه الأبيات واقعا. حسين يا حسين يا ابن الما حضرت بمصرعه، ولا شفت من حضر يمه وشال جسمه وشيع. ما حد شيع زينتي. حسين يا حسين يا ابن الما حضرت بمصرعه، ولا شفت من حضر يمه وشال جسمه وشيع. حسين يا حسين يا النارك تذوب كل دليل، يا عزيز النبي الهادي يا من للزهرة سليل، يا عضيد الحسن يا روح الوصل مالك مثيل. يا صبرك جبل وفراق قومك ضعضعة. بعد شو تقول له؟ اسمع شو تقول له. تقول له أبا عبد الله يا ابني يا ابني يا ابني، جتنا أخبار يوم العاشر بوادي الطفوف. يا ابني جتنا أخبار يوم العاشر بوادي الطفوف، من بقيت وحيد يا ابني وحاير بين الصفوف. من بقيت وحيد يا ابني وحاير بين الصفوف، رمي سهام العدا وطعن رماحه وضرب السيوف. يا ابني هد حيلك ولا واحد لعد صوتك وعد. أبو علي جني جنت وياك يا ابني. الله ليلة منو عنده حاجة لأم البنين. جني جنت وياك يا ابني، تقوم أقوم تطيح أطيح. شلون أبيات هذه؟ تقول لأولادي أنا بالمدينة بس أنت من تعثر أني أعثر، أنت من توقع أني أوقع. جني جنت وياك يا ابني، تقوم أقوم تطيح أطيح. أبو علي ومن يجي لك سهم يتلقاه دلال الجريح. أعيد البيت، أعيد الذاك مو؟ ليلة وفاة أم البنين يا شيعة، كم حاجة قاضية لكم أم البنين. جني جنت وياك يا ابني، تقوم أقوم تطيح أطيح، ومن يجي لك سهم يتلقاه دلال الجريح. أبو علي أنت بالطف وأنا هنا وياك، أصيح إش ما تصيح. يا صبرك جبل وفراق قومك ضعضع. بعد حسين يا ابني، وكل مصاب والمر على مصابك يهون،
اي والله هو يا قلت فيك الخلف يا ابن النبي وسيد الكون ابو علي قلت فيك الخلف يا ابن النبي وسيد الكون فديت لك لو كان الف عباس عندي والف عون انا فديت لك لو كان الف عباس عندي والف عون اش بيدي يا حسين يا ابني وعندي بس هالاربعه اش بيدي يا حسين يا ابني وعندي بس هالاربعه انا بالاربعه يا حسين ضحيت قل لي يما انا بالاربعه يا انا بالاربعه يا حسين ضحيت يما ضحيت ضحيت انا الموت ياخذني تمنيت عمود الوسط يا ابو علي عمود الوسط يا شايل البيت عمود الوسط عمود الوسط يا شايل